بتبوظ كل حاجة بنعملها بغباءك. أنا والله ما عملت حاجة يا فريد بيه، أنا كل طلبته مني نفذته بالحرف الواحد. ولما أنت بتعمل كل حاجة وبتنفذ كل طلباتنا بالحرف الواحد، تقدر تقولي إزاي توفيق كان ماشي وراك يا حسن بيه؟ نهار أسود. طب أبويا عارف مكاني منين؟ ده أنا بعمل دب وقرد عشان ما أعرفش عني أي حاجة والله. شفت إن أنت بتقول أي كلام وهتودينا كلنا في 60 دقيقة؟ لولا إن رجالتي كانوا بيراقبوك، كان زمان توفيق راح للهام وحكى لها على كل حاجة. لا انا كده هتوسع مني ومش هعرف اكمل الحوار ده. ابوس ايدك يا فريد باشا، اعفيني انا من المسؤوليه دي خالص. دي حاجه مش بتاعتي اصلا، وانا مش. طب معلش انا همشي من البيت ده وهمشي من عند الناس دي وشوف حد غيري. انا براءه. معلش براءه؟ هو دخول الحمام زي خروجه يا هبل؟ ولا تكون فاكر ان انت لو ما نفذتش اتفاقنا هترجع بيتكو تبقى بتحلم؟ اوعى تكون فاكر ان انت لو اختفيت فجأة كده كمال مش هنخرب وراك ويجيب قرارك وقرار اللي خلفوك. مش بعيد كمان تخش السجن في موضوع زي ده. مش انت لوحدك، انت وكل اللي ساعدوك من اول اللي زور لك نتيجة التحليل في المعمل لحد اللي ضرب لك البطاقة. بس انا اخاف انكشف، مش عارف بصراحة اذا كنت هعرف اكمل لعب دور علي ده ولا لا. ما تخافش، أنا في ظهرك. لو كان على الغلطة دي أنا مسامحك، بس اوعى تكررها تاني، لأنك لو كررتها تاني حسابك هيبقى عسير. اتفقنا يا حسن؟ يلا نسأل. عنك يا سعادة الباشا. يا ابني حد اشتكالك؟ انا مبسوط كده. انت هتفضل ماشي ورايا؟ يلا روح هات مسكرة كومبوست من جوه. امشي. تحت امرك يا باشا. مين كان يصدق يا بابا ان يبقى معايا صور ليهم وهم في السن ده؟ وريني كده. ما شاء الله، ربنا يحميهم يا رب. بس كان نفسي مروان يبقى معانا. وبعدين بقى ما تخليش حاجه تضيع فرحتك، كلها كام يوم ومروان يهدى ويرجع البيت، وساعتها يا ستي بإهريه تصوير مع اخواته. صباح الخير. صباح النور. انا اسف على التاخير. معلش. ولا يهمك يا حبيبي. ايه جاهز يا بطل نبتدي اول درس في الزراعه؟ طبعا يا جدي. طب تحب اجيب لك هدوم تانيه عشان ما توسخش هدومك؟ لا يا حبيبتي خالص، انا متعود على الشقه اساسا. ما شاء الله ما شاء الله، يلا بينا يا بطل. والنبي خلاص والنبي، ورحمه اللي بقيت لك سيبني. انا مش هسيبك الا لما اعرف اخوك المخفي ده راح في ايه. والنعمه ما اعرف. هعرفك حالا. وحلو ورحمه امي ما قال لي وربنا. همشي بالعكاز على نفوخك هجيب اجلك. والله العظيم ما اعرف. هات يا ايدك يا واد. قوم يا شملول. خد يا واد هنا يا واد. مش التليفون ده؟ خد رن على اخوك. رن يلا على اخوك. لا يا قلب امك، انا توفيق ابوك. اما جيتش النهارده يا حسن تطلع الصبح على القرافه تترحم على اخوك. ماشي سلام. خد يا كريم، خد ما تخافش. تعالى بطل شحتفه بقى وروح اغسل وشك. يا كريم عملت لنا ايه على الغدا؟ اصل انا جعان قوي. بص دي كمان. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتعرفي تصطادي يا لينا؟ طبعا انا ومروان احسن اتنين يصطادوا سمك صغير قد كده بترمي في المايه تاني. ما هو كان باين عليك انك متنكده عشان السمكه وقعت منك. لا يا سيدي، لينا كانت كل ما تيجي معانا تعيط وعايزه ترجع.
ليه بتخاف من الميه؟ كده بتخاف من الميه ليه؟ الدكاتره قالوا لي ان البحر ارتبط عندي بانك اختفيت واحتمال تكون غرقت، وعلشان كده ما تعلمتش. لو حبيبه قلبي انا اسف. انت بتعرف تصطاد يا علي؟ والله مش قوي يعني، ما ماليش في السنانير وكده يعني، بعرف اصطاد بالبوصه. خلاص يا بابا لازم تعمل لنا رحله ويبقى معانا فيها علي. قوي قوي انا ما عنديش مانع، بس بصارت لينا تيجي معانا وتنزل البحر. طبعا يا جدو اكيد انا هنزل البحر. جدو حرام عليك يعني، انا ممكن احاول اجي اوكي، بس نزول البحر ده خلاص موضوع مقفول. المهم مروان يبقى معانا عشان الرحله مش هيبقى لها طعم من غير مروان. اه طبعا. هو ما قالكش هيرجع امتى؟ سيبيه على راحته، هو الولد ده دماغه ناشفه، بس انا هفضل وراه لحد ما اخليكي. تصبحوا على خير. ما لسه بدري يا جدو. ايوه صحيح يا بابا لسه بدري، وبعدين راجل موصيني امسك فيك عشان هو عايز يشوفك. معلش يا حبيبتي المره الجايه. ابو سلموا لي علي. باي باي. باي جدو. تصبحوا على خير يا جدو. اهلا، ازيك يا عم؟ ازيك يا راجل، كويس اني شفتك قبل ما امشي. ايه ده انا جاي بسرعه عشان الحقك. لا يا حبيبي انت اتاخرت وانا بنام بدري. ايه طب اوصلك؟ طيب لا لا انا عايز اتمشى. تصبحوا على خير. وانت من اهلا يا جدو. انا كمان النوم كوس عليا فاروح انام بقى. ايه يا علي انت هتنام بدري انت كمان؟ في ايه؟ لسه ما عدتش معاك نتكلم. ما انا عشان نمت امبارح واخري وودرت في الصحيان فخلاص بقى. نايم واخري. طب هتنزل امتى عشان تشتري اللبس اللي ناقصك؟ مش عارف، اللي حضرتك تأمر بيه. بكره عندك مانع تنزلي مع اخوكي تعملي شوبينج؟ لا بيس انا بكره ما عنديش مانع. انا شايف ان انت تنزلي معاه هتفيدي اكتر من لينا. انا بكره عندي معاينه فيلا ومش عارف الغيها، وبعدين لينا ذوقها حلو قوي في اللبس مش كده؟ اه. طيب خلي دول معاك. تمام. دول بوكيت ماني مصروفك الشخصي، لكن بالنسبه لللبس اللي هتشتريه لينا معاه فيزا كارت. متشكر جدا. تصبح على خير. انت من اهله يا علي. طيب انا هطلع عليهم بقى مش قادره. تصبح على خير. وانت من اهله. لو مشغوله بكره ممكن تاجلي الشوبنج لحد ما تكوني معاها. انا قصدي اعمل كده يا راجل، انا عايزاهم يخرجوا لوحدهم عشان يقربوا من بعض ويحسوا انهم اخوات. انا برضو لسه حاسه ان في حاجز بينهم. واحده واحده عليهم يا الهام، ده لسه واصل وده شيء طبيعي يعني. في حاجه عايز اكلمك فيها. حاجه ايه خير؟ انا قلقان ان مروان يحس ان احنا استسلمنا لفكره انه ساب البيت دي، اننا استبدلناه بعلي يعني. ايه اللي انت بتقوله ده يا راجل؟ انا بكلم ابنك على طول ما بيردش عليا، وبعدين انا بطمن عليه من بابا. على فكره بقى انا مش هينفع اعمل كل حاجه لوحدي، انت لازم تساعدني. انت من ساعه ما علي جه ما قعدتش معاه مرتين ثلاثه على بعض، وعلى طول مشغول ومش قاعد معانا خالص. والله العظيم انا نفسي اقعد معاه اكتر وقت ممكن، ونفسي اقعد مع دينا ومع مروان واخد بالي منهم، بس ما اقدرش اغيب عن الشركه. باباكي سايبها امانه في رقبتي، ما اقدرش اقصر يا حبيبتي. مساء الفل يا عم رضا. مساء الخير علي بيه. ما بلاش علي بيه يا عم رضا وقول لي علي بس. لا 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 ما يصحش، المقامات محفوظه برضه. ماشي. بقول لك يا عم رضا، ما فيش اي حد هنا بيبيع سجاير؟ اخر الشارع، اطلع اجيبها لك؟ لا 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 خليك انت، انا هروح وارجع تاني، بس احتمال اتاخر شويه، فلو اتاخرت ما تقلقش عليا. براحتك علي بيه. صباح الفل. مع السلامه. كيمو وحشني يا حبيبي. ما تزعلش مني يا حسن، والله هو انا خدت التليفون غصب عني. ولا يهمك. انت كويس؟ اه الحمد لله. اهلا بسبع البرومب ابو قلب حنين. توك ما افتكرت تيجي ابو علي؟ طلبتني. كنت عايز ايه؟ عايز اعرف انت مخفي في ايه؟ بشتغل في شركة سياحة، وشوية هنا وشوية في الغردقة. ها عايز تسمع ايه تاني؟ خش في عيب. خش ياد، ابوك صايع قديم ما يخشش عليه الكلام ده. خش ولا ما خشش، انا مالي انا؟ هو ده الحوار اللي حصل. امال بتقابل اخوك في المداري ليه زي ما اكون عامل عاملة؟ عشان مش عايز وجع دماغ وقت كتير ملوش لازمة يابا. اقول لك على حاجة حلوة، خد يابا الفلوس دي هتنسيك كل الاسئلة اللي انت عايز تسألها، خصوصا بقى مع الدماغ الحلوة اللي انت بتعملها دي. طب زي الفل ان شاء الله. والفلوس دي بقى اللي هتسترنا يا مجاب الغراب لهم.
اعتبره مبلغ صغير لحد ما اعرف ادبر لك مبلغ غيره. بس عندي شرط. هتتشرد كمان؟ كريم، لا تدور له على شغل ولا تخليه يسيب المدرسه او مذاكرته عشان خاطر اي حاجه في الدنيا. رحمه امي اللي عمري ما حلفت بيها كده. لو لمسته تاني مش هعمل حساب لاي حاجه في الدنيا مهما كانت ايه. ده غير طبعا انك مش هتشوف جنيه من ناحيتي. اتفقنا؟ انت بتوصيني على كريم؟ اخر العنقود كيمو حبيبي. روح يا جدع انت شوف مصلحتك وما تشغلش بالك. توكل على الله. كيمو، عايز حاجه يا حبيبي؟ هتمشي برضه يا حسن؟ خليك قاعد معايا عشان خاطر. غصب عني والله يا حبيبي غصب عني. اوعدك كل ما اعرف اجي هاجي. ماشي؟ خلاص بقى يا ابني خلاص. ارجع شوف مذاكرتك يلا. سلام. انا كسبك ب 2 بوينتس. مش هتعرف تكسبني. يلا بقى. يلا قول قول. موري موري. ايه؟ ما تيجي نخرج شويه. لا انا ماليش مزاج النهارده خالص. ايه الاخبار يا اولاد؟ انا كسبان. برافو حبيب مامي. بس مش يلا بقى عشان ننام؟ لسه بدري. احنا اتفقنا على ايه؟ لسه برضو سايب البيت يا مروان؟ اه لسه شويه كده لحد ما اشوف هعمل ايه. اسمع نصيحتي، ما ينفعش تسيب بيتك عشان اي حاجه او اي حد. والله يا مامي انا قلت له الكلام ده كتير بس هو ما بيسمعش الكلام. اي ويل سي باي. عنيد بس كيوت قوي. ده هيبقى حلو عليا قوي ده. لا لا ده وحش قوي والله العظيم. مش عاجبني ده. ده جميل برضه صح؟ لونه حلو قوي. ماشي. ده حلو قوي. ده حلو قوي. طيب ماشي خلاص خد. ماشي. دي تحفة دي. ايه؟ دي حلوة قوي. غالي قوي يا لينا. مش والله حلوة بقى. بقول لك هنا جعانة قوي، تيجي نروح ناكل؟ ماشي يلا. حضرتك بتحب الصيد ايه؟ عايزة ماشت بوتيتس وسوتي. حضرتك؟ مش عارف. علي اللي طلبته ده أحسن حاجة عندهم. طيب تمام. طيب أوردر تاني زي بتاعي بس سايد عايزينه سوتي ورايس. ايش فهمت؟ طب هستأذنك بس اروح اعمل حاجه وارجع تاني. رايح فين؟ اروح الحمام بس. طب عارف مكانه؟ اللي يسأل ما يتوهش. صباح الخير يا جد. فطرت ولا نفطر سوا؟ بالحقيقة ده ميعاد غدا.
انت جيت امبارح الساعه كام؟ في ايه يا جد؟ انت هتعمل معايا الشويتين اللي بيعملهم بابا؟ لا يا حبيبي، بابا بالنسبه لي متساهل قوي. البيت ده له قواعد واصول، عايز تقعد معايا يبقى لازم تحافظ عليها وتحترمها. قواعد؟ طيب احب اخد فكره عن القواعد دي. اولا مفيش تاخير عن الساعه 12 بالليل. 12؟ 12 ايه يا جدي؟ 12 ايه؟ وبعدين ده انا جايلك من البيت متضايق، يعني بتقفش عليا اكتر بدل ما تحتويني. يا جدو يا جدو بقى يا جدو. وبعدين على فكره بقى دور الجد ده مش لاقي عليه خالص. بطل حركه البلد اللي بتعملها دي، ما انتش هتاكل بقى لي حلاوه. ثانيا لازم ترد على والدتك. عيب ما صحش. كلمها وطمنها عليك. الو يا ماما. تمام، مش هاجي دلوقتي، مش هاجي الا لما احس ان انا لازم اجي يا ماما. ماشي، باي باي. انا لحد دلوقتي مانيش قادر افهم انت ازاي متاكد ان اللي في البيت ده ما يبقاش اخوك. ايه، هتصدق نفسك وهتكذب الدي ان ايه؟ بص يا جدو، انا صحيح معرفش علي ولا شفت اللي في الصور، بس انا كنت متاكد طول الفتره اللي فاتت دي ان اول ما اشوفه وابص في عينه هعرفه، هعرف ان اخويا. انما الواد اللي في البيت ده مش علي، الواد ده نصاب. اسمع يا مروان، انت يا ابني عايز تقنع نفسك ان علي مش اخوك علشان خايف من اهتمام ابوك وامك بيه. اللي انا عايز افهمه لك بقى ان حب والدتك ووالدك لعلي مش هيقلل ابدا من حبهم واهتمامهم بيك. انا ما حدش فاهمني، انا فوق. لا يا اروى، اوعى يعرف ان انا كلمتك. اوكي يا حبيبتي، خلاص باي. اديت يا باشا كل الفلوس اللي كان عاوزها. لا اظن بقى كده هيحلوا عني خلاص. طب هتعوز مني اي حاجه تانيه يا باشا؟ زي ما اتفقنا يا باشا، مع السلامه. مع الف سلامه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مبروك يا فندم. بقول لك يا صاحبي، مفيش أي حلقان كده؟ في. عايز حلقة حلوة كده. حاضر، عينيا. ده بكام؟ إيه يا علي، بكلمك مش بترد عليا. معلش والله ما خدتش بالي إنك اتصلتي. طب يلا بقى ناكل الأكل برد. اتفضلي. إيه ده؟ ده وقتك معايا النهاردة. رب زوية يعجبك. تحفة حلوة قوي يا علي. طب هو لو مش عاجبك بجد أنا ممكن أرجعه، أنا اتفقت مع الراجل على كده على فكرة. لا خالص، عاجبني جدا. أنا هلبسه حتى في خروجة النهاردة بالليل. أنت هتيجي معايا صح؟ ماشي. نبدأ ناكل. علي العكس. اكل بالشمال؟ اه. ماشي. ايه الشياكة دي يا حبيبتي؟ بس يا بابي. ما شاء الله يا حبيبتي. شوف يا بابي علي جاب لي ايه؟ الله، حلو قوي. بس مش لايق مع ستايل اللبس بتاعك.
ايه بوبي ما انا عارفه، بس انا عايزه احسسه ان انا مبسوطه بهديته. لبستي يا لينا؟ اه جاهزه. ايه ده يا علي اللي انت لابسه ده؟ اللبس مش لايق على بعضه. ايه لون القميص ده؟ ايه لون البنطلون ده كمان؟ انا اصلا ما كنتش عايز اخرج، انا ماليش في الخروجات دي وما اعرفش بيتلبس لها ايه اساسا. لو انت ما رحتش انا مش هروح. تعال نروح نقي لك حاجه تلبسها. خليك انت يا لينا، انا هروح معي. اسبقي انت على العربيه وهو هيحصلك. اوكي تعالي يا علي. يا بابي انت احرجت علي قوي. احرجته ايه بس يا لينا؟ انت عايز اخوك يخرج معاكي باللبس ده واصحابك يتريقوا عليه؟ انا مش عارف انت مستعجله ليه قوي كده عشان تعرفي عليهم. انا متهيألي ان علي محتاج شويه وقت. يا بابي طول ما علي محبوس في البيت عمره ما هيعرف يتعود على حياتنا. انا عايزاه يبتدي يخرج ويتعلم ازاي يتعامل مع صحابنا، وكمان يا بابي لو حصل اي حاجه انا جنبه. ماشي يا لينا، اعملي اللي انت عايزاه. دول مع بعض هيبقوا احلى. لو حضرتك تشوفيه. ما تزعلش من راجي، هو ما يقصدش يحرجك، ده هو عايز يشوفك احسن واحد في الدنيا. انا مش زعلان منه خالص، اقله بيقول لي النصيحه بالذوق. ابويا الله يرحمه كان بيديني بالجزمه وهو بيقول لي النصيحه. ده الموت رحمه من اللي انا كنت هعمله فيه. الراجل ده كل ما بسمع كان بيعمل فيك ايه ببقى عايزه اقطعه بسنيني. خلاص خلاص انا اسف، انا مش هجيب لك سيرته تاني خالص. بالعكس بالعكس يا علي، انا عايزاك تفضفض لي وتحكي لي وتقولي على كل حاجه. انا بس عايز اعرف انت بعد ما مشيت ورا بتاع البلالين حصل لك ايه؟ انت لسه ما لبستش؟ يلا يا علي هنتاخر. حالا حالا. يلا يا حبيبي نكمل كلامنا بعدين، المهم تروح وتتبسط. يلا يلا بقى اجهز وحصلني على العربيه. هجيلك على طول. مالك مالك علي؟ ازاي حضرتك يا استاذ مالك؟ لا لا استاذ ايه يا راجل، لا 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 مالك بس. ازيك علي عامل ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تعالى اتفضلي اتفضلي اقعدي يا علي. هو انت ايه يعني جايبه لي معاكي محرم؟ اتعود على وجوده عشان هيكون معايا الفتره اللي جايه كتير قوي. وايه يا علي؟ حاسس بايه بقى بعد ما رجعت لاهلك اخيرا؟ لا مبسوط جدا مبسوط جدا الحمد لله. مروان واروى جمعه كملي. طيب عن اذنكم اتفضلي. انت مش تحوري تاني بقى، انت كنت عارفه انهم هنا. مروان رايح فين؟ معقوله هتقعد في حته واحنا في حته؟ يلا يا مورين نروح نقعد معاه. يلا عشان خاطري. يلا بقى انا وهي قاعدين نتحايل عليك، شكلنا بقى وحش. يلا بقى عشان خاطري انا ولينا. يلا يا موري. هاي مالك. هاي ازيك. هاي علي. هاي ازيك. طب بقالكم كتير هنا؟ لا هم لسه جايين. اوكي. والله مروان انا كنت جاي لك عند جده بس يعني. جده؟ صدقت نفسك يا ابني انت ولا ايه؟ مروان بلاش الكلام ده هنا. هدي نفسك بس. نزل ايدك. بقول لك ايه؟ انا سكت لك بقالي كتير ومش عاوز اتغاب عليك وعامل احترام ان انت اخويا الصغير. اخوك؟ انت اتجننت يالا؟ اخوك ايه يا ابني؟ انت مكانك مش هنا. انت مكانك في السجن مع النصابين اللي شبهك. قوم تعال. تعال انت. مروان 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 مروان. بس 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 يلا اهدى اهدى اهدى. انت كويس؟ اهدى. نجيب لك العربية يا فندم؟ لا لا ميرسي أنا هجيبها. شكرا. روحي أنت يا لينا، أنا مش عايز أروح دلوقتي. أنا هاجي معاك مكان ما أنت رايح. يا لينا بعد إذنك عايز أبقى لوحدي معلش. طيب ممكن تبقى تطمني عليك؟ حاضر. سلام.
سوري يا مالك على اللي حصل. لا لا مفيش حاجة، تحب أوصلك؟ لا معايا عربيتي. طيب يلا. عجبك الفضيحة اللي حصلت دي؟ مروان أنا طير جايح وضايف والدنيا ريحة. أنا طير جايح وضايف يا أنا شايل الأمم الكون فاضرات وفضلت من تبكي. ايوه صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. لا 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 ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ما بقدرش اشوف حاجه مش مترتبه قدامي بتجنن. ماشي. طب اعمل لك حاجه تشربيها معايا؟ لا ولا اي حاجه.
هو انت رحت فين امبارح؟ رحت اتمشى شويه عشان افك. عمر ما حد عمل معايا كده في حياتي يا لينا، ولو كان حد استجرى وعملها وعزت وجلالت اللي كان بقى حوار تاني خالص، لولا ان اخويا الصغير بس. معلش يا علي ما تزعلش منه، اديله فرصه، انا متاكده ان انتوا الاثنين هتبقوا صحاب. مروان ده عامل زي الاطفال بالظبط، حاول تعذره. ملوش عذر في اللي بيعمله معايا ده يا لينا، ملوش عذر. ما هو ده اكيد ما شافش يوم اسود واحد في حياته زي الايام السودا اللي انا شفتها. لينا انا اشتغلت كل حاجه ممكن تتخيليها او ما تتخيليهاش عشان اعرف اجيب الفلوس. مرمط وشحطت من بيت لبيت انا واهلي، الناس يعني اللي كنت عايش معاها ومتربيت معاها. ماشي يا علي. لينا لو سمحت سيبيني، عايز اتكلم مع اخوك شويه. ليه هتقولوا ايه من غيري؟ لينا لو سمحت. ممكن افهم في ايه؟ مفيش حاجه حضرتك. تقدر تقول لي بتقرب من بنتي كده ليه؟ بس كنت بحاول ابقى كويس معاها، كفايه اللبش اللي ما بيني وما بين مروان. انت مالكش دعوه ببنتي يا حيوان. اتفاقي معاك تبقى عالي وتركيزك يبقى مع الاهم بس. اللي حصل ده ما يتكررش. حاضر. اما يا ويلك هتشوف اللي ما يجيش على خيالك. بابي